مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 96، وعنوان حلقتنا بديل الخرفان في عيد الأضحى. شفنا في الحلقة اللي فاتت إن المعتزلة قالت إن كلام الله مخلوق، والله خلق هذا الكلام خارج عن ذاته بأن خلقه في الهواء أو في الجسم، ثم نسبه وأضافه إليه تشريف وتكريم. بشكل الأثر الدكتور أحمد الطيب قال إن الله كان لموسى تكليما لا نستطيع تفسيرها، وطبعا لأنه أشعري والأشعرة بينفوا إن الله يتكلم ولكنه بيتكلم كلام نفسي. والشيخ علي جمعة برغم إنه كان يعني أو الشيخ علي جمعة هو أزهري أشعري، أن فسر بالله كلم موسى إن الله كلم موسى بأن أوصل في قلبه المعنى، يعني حط في قلبه المعنى. وغلاة الحنابلة الوهابية قالوا الله يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته لا يشبه كلام المخلوق، فالمخلوق له كلام يخصه والخالق له كلام يخصه. وأكد الكلام ده الشيخ جهاد عمر إن الله يتكلم بصوت، واستشهد بحديث إن في يوم القيامة بيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال اللي يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما إنما خلق الكلام والصوت في شجرة، وموسى سمع من الشجرة لا من الله، وإن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه من اللوح المحفوظ، يجب إيه أن يستتاب وإلا قتل. أو في حلقة النهاردة هنشوف إزاي اختلفوا إن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق وترتب عليها إيه. وقبل ما نبتدي الموضوع نشوف حاجة مهمة الأول من فتوى ابن باز. السؤال: ما حكم من يحلف بالنبي؟ يقول كده الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالنبي ولا بغيره. يقول النبي: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يجوز أن تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد. وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه السلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالمقصود أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، فالحلف بالله وحده. يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، ونسأل الله العافية. يعني الحلفان يبقى بيكون بالله فقط، غير كده أنت لو حلفت بأي شيء من مخلوقات الله فأنت كده كافر. طب نروح للسؤال اللي بعده: هل يجوز الحلفان بالقرآن؟ ونشوف مع بعض الشيخ صالح العثيمي هيقول لنا إيه. ما حكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف؟ ما هو جزاء من حلف على المصحف ووقع يمينه؟ وما هي الكفارة؟ الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، إلا بالله أو صفة من صفاته. ونعني بالله الحلف بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة وغيرهم. فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتوب إليه ولا يعود. وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف فيحلف عليه، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف. زي ما شفنا الشيخ صالح العثيمين بيقول لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بمخلوق. وإن كان حد من المسلمين حابب يحلف مش لازم يجيب المصحف عشان يحلف عليه، ده ما حصلش على أيام الرسول ولا السلف. ولسه برضو اللي بيسمعني معرفش هل يجوز الحلفان بالقرآن، الشيخ صالح بيقول هل يجوز الحلفان بالله أو بأي صفة من صفاته. طب السؤال: هل كلام الله صفة من صفاته عشان كده يجوز الحلفان بالقرآن؟ يعني إحنا دلوقتي من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت،
هل يجوز الحلفان بالقرآن؟ لأنه من كلام الله، شوفوا معايا الشيخ ابن عثيمين هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم، الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، جاء لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، وجميع صفات الله يجوز الحلف بها. زي ما شفنا الشيخ ابن عثيمين بيقول يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وصفة من صفاته، كل صفات الله يجوز الحلف بها. طب إيه حكم من قال إن كلام الله مخلوق؟ شوف معايا الحوين هيقول إيه. وكلهم رجعوا على فكرة، لما وضعت الفتنة وأوزارها يحيى بن معين وعلي بن مدين كلهم رجعوا. يا جماعة، نحن نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تضرب عنقه ويصير ماله فيئا وتبين منه امرأته. زي ما شفنا الشيخ الحويني بيتكلم عن يحيى بن معين وعلي المديني انهم تحت التهديد السيف قالوا بخلق القرآن، لكن لما الفتنة خلصت رجعوا وقالوا اللي يقول ان القرآن مخلوق هو كافر، تضرب عنقه ويصير ماله فيئا وتبين منه امرأته. وشوفوا معايا فتاوي من مجموع فتاوي ابن تيمية مكتوب ايه، وطبعا دي يعني ممكن تكون مفاجأة لناس كتير. واول من قال هذه المقالة في الاسلام كان يقال له الجعد بن درعم، فضحى خالد ابن عبد الله القصري به يوم أضحى، فإنه خطب الناس فقال في خطبة: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، وكان ذلك في زمن التابعين، فشكروا ذلك وأخذوا هذه المقالة عن جهم ابن صفوان وقتله بخراسان سلمة ابن أحوز، وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية، وهي نفي صفات الله تعالى، فإنهم يقولون إن الله لا يرى في الآخرة ولا يكلم عباده، إنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات، ويقولون القرآن مخلوق. دلوقتي الجعد بن درهم أول واحد قال بخلق القرآن، يعني إن كلام الله مخلوق. راح خالد ابن عبد الله القصري راح جه يوم العيد وذبحه. ذبحه فين؟ خلي بالكم في الجامع، يعني كان ربطه في الجامع من تحت، خطب ونزل ذبحه، وراح قال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. الكلام ده في زمن مين؟ في زمن التابعين اللي الرسول قال عنهم من خير القرون، يعني ولاة الحنبلة الوهابية ممكن يعملوا كده مع شيخ الأزهر ومشايخ الأزهر، يضحوا بيهم كده بدل الخرفان في يوم العيد لو يتمكنوا منهم. العقيدة الأشعرية بتقول إن الله مش بيتكلم، وإن كلام الله نفسي، وإن الله لم يكلم موسى. وإحنا عارفين إن الأشعرة بين قوسين هم اللي بيسموهم كده ولاة الحنبلة مخانيس المعتزلة. وشوفوا معايا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بينكر إن الله بيتكلم. إنما المعاني العظيمة لم تكن، يرفض الأشعري أنها لم تكن شيئا ثم وجدت ما بعد، وإلا يبقى ربنا لما يصف أنه متكلم وأنه كذا الآية دي لا تستطيع أن تفسرها. يعني لو ولاة الحنبلة اتمكنوا من كل مشايخ الأزهر لأنهم أشعرة هيتقتلوا. شوفوا معايا، هل المعتزلة كمان كانوا برضو بيقتلوا المخالفين ليهم؟ نشوف الشيخ عثمان الخميس هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. يقول: لماذا أصر المعتزلة على القول بخلق القرآن وإجبار الناس عليه، وما توابع القول بخلق القرآن؟ المعتزلة لماذا أصروا؟ مقتنعون، هم يرون أن هذا هو الحق، لكن لشبهة وقعت لهم وضلال ارتكبوه ظنوا أن هذا الحق، ولذلك أجبروا الناس عليه، بل قتلوا بعض أهل العلم أو أمروا بقتله لما كانوا مع المأمون والمعتصم والواثق. قتل نعيم بن حماد، قتل البويطي تلميذ الشافعي، قتل أحمد بن نصر الخزاعي، قتل محمد بن نوح، وعذب من عذب من العلماء كأحمد وغيره، وفر من فر من العلماء. هم مقتنعون أن هذا هو الحق وأن هذا هو الدين، لكن لشبهة وقعت لهم لتقصيرهم في طلب العلم أو غير ذلك من الأمور، طيب فابتدعوا هذا القول، قول بخلق القرآن، ثم أجبروا الناس. سؤال جه للشيخ عثمان خميس: ليه أصر المعتزلة على القول بخلق القرآن وإجبار الناس عليه، وما توابع القول بخلق القرآن؟ الشيخ عثمان خميس راح رد وقال إن المعتزلة كانوا مقتنعين علشان في شبهة وقعوا فيها وضلالة ارتكبوها، وفكروا إنهم على الحق. دول مش أجبروا الناس إنها تقول القرآن مخلوق وبس، لأ، دول كمان قتلوا
بعض أهل العلم في عصر المأمون والمعتصم والوثق، كان قاعدين يقتلوا في كل العصور. والوثق قتل نعيم ابن حمى، وقتلوا تلميذ الشافعي، وقتلوا أحمد بن نصر الغوازي، وقتل محمد بن نوح، وعذبوا ناس كتير أشهرهم هو الإمام أحمد بن حنبل. وبصراحة أنا مستغرب، وبيقولوا إن الإسلام ده دين السلام، يعني يمسكوا بعضه بيقتلوا بعضه في الأعياد ويذبحوا بعضه ويضحوا ببعض علشان كلام الله مخلوق أم غير مخلوق. كل ده بسبب مين؟ بسبب رسول الإسلام وكلام القرآن اللي بيحمل أكتر من معنى ما القرآن حمل أوله. لما القرآن عربي مبين، مختلفين في كده، أمال لو ما كانش قال إنه عربي مبين يعني واضح كانوا عملوا إيه؟ وتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف لو كلام الله مخلوق هل هيبقى كده القرآن كلام الله على الحقيقة أم لا؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوب.